خد معاك ستروك فاكر شو حد. انا شفتك رح موت من الضحك. تعرف شو لازم نسوي هلا؟ انا بعرف، انا بدي نام. شو نام؟ لازم نروح نجيب صدوره هلا. لك ايه هلا؟ لكان بكره الصبح اذا حدا شافهم انه انفضح. ليش بعدنا لهلا ما انفضحنا؟ الخولي بتكون خبرت الكل. زيد عن جد عم بحكي، لازم نروح نجيبهم. وانا عم بحكي عن جد، روح قلب الجان النحاس، هن كمان بحبوا يطقطوا. لك بتعرف اذا دري ابوي شو بيساوي؟ بجن، يمكن نطق بمخه وياخذنا يحبسنا هنيك طول الليل. اذا بتشنقني انا ما راح اروح. من تم انا وياك الصبح بنروح بنجيبهم ونرجع. فهم علي، انا بروح معك ماني خايف، بس المشكله انه اهلي بجوز يقلقوا علي، لازم اروح طمنهم. ابو حميد روح طمنهم ورجع. هلا ما عاد فيك تروح لحالك. لك انا فيني روح لحالي، بس بتعرف شو خايف؟ من شو؟ خايف ملايين. ها يعني مين بده يشوفهم بهالليل وياخذهم؟ كيف صبتها؟ عفارم عليك يا بطل، بس لازم تتعلم تصيب عالطاير. عالطاير؟ شو رأيك طير لك هالحمامة وتصيبها؟ حمامة؟ لا ما بدي. ليش لا؟ شفقان عليها؟ الرجال لازم يكون قلبه قوي. بس حرام. لا مو حرام. هلأ إذا بدنا ناكل حمام شو منساوي؟ نذبحه. شفت؟ طيب السكين بتوجع أكتر ولا النبلة؟ ما بعرف، بس يمكن النبلة. الاثنين بيوجعوا، بس على القليلة بالنبلة الحمامة بتموت وهي طايرة. شو أبو جدعان؟ شو صار الموضوع؟ أنو موضوع؟ الموضوع شوف أنا لقيناها عند الأمير، زعلانة ورايحة لعنده. عال الحمد لله. أبو جدعان عندي بالبلد في كم واحد أزعر بدي تقدم لي إياهم، يعني بدهم فركة إذن. بدك تشوف كايد بيك أو سليم، أنا مكلف بالشغل هون ومالي فاضي. إلا كان دير بالك على الشغل، أنا رايح. الله معك. بدك تصوب قدامها بشوي، مو عليها، قدامها بشبر، لأنه الحمامة بتكون مزرعة. طب أنت وعتيني تجيبي لي بارودة. إذا ما صبت الحمامة ما رح جيب البارودة. بس أنت وعتيني. وعدتك بس بشرط إنه يصير قلبك قوي وتصيبها. يلا ورجيني لشوف. يعني هذا العجل إلنا؟ ما رح نعطيه لأبو يحيى؟ لا ما رح نعطيه إلنا، والحليبات كمان. والبقرة؟ البقرة لا، لأبو يحيى. طب ليش السنة الماضية عطيتوا العجلة الصغيرة؟ لو بعد عنا كان صار عنا عجل وعجلة. نحن أخذين البقرة على الربع، يعني من ربي يوم ناخد ربع الحليب وربع العجول، يعني كل 3 سنين والرابعة إلنا عجل إذا البقرة عشرت. وديش صار لعنا؟ صار لعنا 2، بس أبو يحيى الله يوفقه سامحنا السنة بالربع. سمعت بس ما فهمت. أبو رحمة! يا أبو رحمة! تفضل. بعتينا رحمة على دار أبو محمد. خير، شو في عندهم اليوم؟ أنا شو بيعرفني؟ يعني يا بدها تنقي عدس يا حمص. رحمة راحت مع أبوها، بس تجي بعتها. أم رحمة لا تخليها تتأخر. خير إن شاء الله. بخاطرك. مع السلامة.
أنا مالي ضد فعل الخير، بس اللي بده يتحسن بيتحسن على واحد معدم، على فقير، على مسكين، مو على بلد بحالة. إذا عملنا هيك منصير نحن بدنا مين يتحسن علينا. شو رأيكم يا بيك تقولوله لسه البيدر بأوله؟ لا بدي أقوله ولا يقلي، تعتبروا الحكي كأنه ما صار وبترجعوا بتلموا الدينات، واللي ما بده يدفع بتدعسوا على رقبته. اسمح لي بس لا تقلي إنه ما بدي يفتح معركة مع أبي وأخي. شوف عقاب، نحن ما فتحنا معه المعركة، هن اللي بلشوا. لا بس يعني إذا منخبرهم باللي بده يصير. هيك صح، تخبرون مو تشاورون. بعدين أبوك إذا بده يتحسن يتحسن من كيسه. أنتوا يا حسرتي بدكم مين يتحسن عليكم؟ شف لي هالفقير. أحسن شيء نخلي المنادي يرجع ينادي. لا لا أبو محمد، ما بدنا الناس تحس إنه نحن مختلفين. خلص نبعت كام واحد بيخبروا الفلاحين والتحصيل عندك بالدار. مختصر الكلام، بتعطوا مهلة واللي ما بيدفع بهالمهلة بتتعسوا. أمي وينها عمتي نارا؟ راحت مشوار. وإمت بدها ترجع؟ اشتقت لها. لوين راحت؟ راحت على الخضرة. بدها تجيب لي معها لعبة؟ يا أمي خلاص خلاص، هي ما أكتر حكيك. خير؟ ليش عم صيح عليها؟ أهلين أبي، تعبتني هلكتني ما عم تخليني أعرف أهدى. كيفك اليوم؟ إن شاء الله أحسن. الحمد لله الحمد لله أحسن. يلا جدو تعي فرجيك على الطير. صالحة، إذا إجا عقاب خليه يمر لعندي، قلي له أبوك بدو إياك لخلاص ما عاد بحاجة لأبوه. ليش ما فهم لهلا؟ خلاص يا أبي، يحيى جوا؟ إيه جوا. عم يخبرني إن أبو محمد زعلان لأنه سمحنا الفلاحين بالدينات، وإنه راح من الصبح على الخضرة. أنا خايف يعملونا من هالقصة مشكلة، يعني ناقصنا مشاكل. أنت ارتاح يا أبي، لا تشغل بالك بهيك أمور. يعني ناقصني أشوف أولادي عم يتقاتلوا بآخر العمر؟ كيف بدي ارتاح؟ ما رح يصير إلا الخير. الله يسمع منك. يلا يجلو يلا. عم طلقت مع أبوها، نحن هالسنة ما زرعنا ولا حبة، هو أبو رحمة كان مكسور، وإذا ما لقطنا شوية قمح منموت من الجوع. خس الجوع؟ شو تموتوا من الجوع؟ سلامة أبو رحمة وأم رحمة. السنة قمحاتكن علي قدي رح طلقتوا؟ مد؟ مدين؟ من بكرة الصبح 10 تمداد قمح بيكون عندك، وصاع عدس وصاع حمص، وإذا ما قدك تعالي قوليلي، أحسن من هالركض بهالشمس ورا الحصاد ما؟ يا ابني إذا ركضنا بالشمس أحسن من مد إيدنا لحدا. شو تمدوا إيدكن لحدا؟ هذا تعبكن على رقبينكن. مشان هيك من بكرة الصبح تيجي أنت ورحمة، ولا قلك خلي رحمة تيجي لحالها، مو مشان شي بس لأنه كتر البحلقة بالعدس بتزوغ النظر. ليش شو بنظري؟ هات أي وحدة تنقي وراي، وإذا بتلاقي شي بحصة بعطيك اللي بدك إياه. سلامة نظرك أم رحمة، ما هاد قصدي، قصدي إنه كتر البحلقة بتوجع الراس ما؟ لا بيوجع الراس ولا شي، كل هدول أنا نقيتهم، وهات قدهم كمان لنقي لك ياهم. ماشي، بس بكرة رحمة أكيد بتيجي. ها تعال خبرني شو صار معك؟ على حطة إيدك. ما سألت عنهم؟ ما خليت حدا إلا ما سألته. ايه وعرفت لك كمان مين مر من هنيك من مبارح بالليل لليوم. كل واحد يطلع فيني شكل ويقول لي صدرين نحاس وكفكيرين. قلوا لك ايه مبارح الاولاد يعني كانوا عم يلعبوا فيهم. يعني ما حدا شافهم؟ ما حدا عرف عنهم شيء؟ واحد وحده قال لي انه شاف ام حسن داخلي على بيتها مع صدر نحاس.
اكيد هي، اكيد هي ملاقيتهم واخذتهم، لانه بتضلها بتحوس بالليالي. هيك قلتك؟ هيك قلتي. روح طير لعندها بسرعه. يلا أمك. راحت على دار أبو محمد. وشو في بدار أبو محمد؟ يمكن عم بينقوا حمص وعدس. وليش ما رحتي معه؟ مين بده يطبخ لك؟ أمي كذبت على زيد، قالت له إني رحت معك، ما بدها تخليني أروح على دار أبو محمد. وليش؟ شو بيعرفني؟ شفت إنصاف بتسلم عليكي، وكانت معها أم حسن، بتعرفيها؟ بسمع فيها. كانت عم تطقط سنابل وبتحط بالكيس. عم يحصدوا؟ ايه حصدوا للضحى، وبعدين ابو محمود وام محمود نزلوا، بقيت ام حسن والولاد، رجعت انا وياهم. عرفت انه العجل صار إلنا؟ ايه عرفت انه العجل صار إلك، ومنا نسميه عجل رحمه، شو رايك؟ يا ريته عجله من شان الحليب. لك يا بنتي كتر خير الله، بكره منبيعه او مندكشه على بقره. رحمه، ليش امك ما خلتك تروحي على بيت ابو محمد؟ حسوني شلونك ابويا؟ هذا التشيز امك بعثت لك اياه. امي؟ اي امك. شو هدول؟ ما عرف، افتحوا وشوفوا شنو بيه. زبيب؟ اي زبيب. قال لازم تاكل منه مشان تصير قوي، تصير رجال. وقالت ترى ابوك ما مات، هي قالت. برمت الدنيا عليها وما لقيتها. دورت بين اغراضها؟ دورت وما لقيت شيء، بس انا هلا متاكد انهم عندها. جريتها امبارح شفتها حاملتهم، وقالت لي كمان ضلت طول الليل تدق عليهم وترقص. شفت؟ ما قلت لك؟ لمصيبه امي سالتني عنهم. شو قلت لها؟ تلبكت، قلت لها عن زيد. شو؟ بدك تقب وتختص وتجيبهم. محمد، هي وحدة مجنونة، وين بدي دور عليها؟ يا حبيبي، مجنون زاد كلمة عشر زلم ما شلوها. لك شو رح تطير؟ بدها ترجع على البيت. تعرف؟ أنا بعرف وين بلاقيها. وين؟ على المزبلة، هي بتضل هنيك. ايه قوم طير بسرعة لكان، يلا. يلا. حسن. ايه يعطيك العافية. شو بدك يا بنت ذهبية؟ امبارح بالليل الاولاد ضيعونا صدرين نحاس و شفتيهم؟ هدول هن؟ ايه هدول مغطيه فيهم الخابه. اذا هدول خدول ويلا روح روح. ايه استنى، وانا بشو بدي غطي الخابه؟ ايه غطيها. هدول شوية عدس، وقال بكرة محمد ببعث لنا 10 تمدات قمح وصاع عدس وصاع حمص. وشو المناسبة؟ ولا صايرين عم يتباروا بالكرم، أبو يحيى من جهة وأبو محمد من جهة. عال الله يزيد ويبارك. أبو محمد ما له علاقة، محمد هو يلي ببعته. محمد؟ إيه ليش محمد هو بيمون على شيء؟ بعدين ليش محمد؟ ليش مو أبوه أو أمه؟ آه؟ شو بيعرفني هو هيك؟ آه؟ أم رحمة، أنت مخبية شيء علي؟ امي رحمه، قومي عبينا مي قبل ما تضب العين، وسقي البقره بالاول. ايه مخبيه، يمكن محمد حاطط عينه على البنت. ها شفتي، ما فيك تخبي شيء على ابو رحمه. هيك لكان 10 تمداد قمح وصاع حمص وصاع عدس، هدول قديش بكفونا؟ مؤنة سنتين.
بقى ليش ليعطينا ياهن محمد ابن ابو محمد هيك هبه؟ المختصر المفيد ام رحمه، شو بده محمد؟ هو ما حكى بس لمح تلميح. شو يعني؟ شو قال؟ سأل عن البنت، قلت له راحت اتطلقت مع ابوها. قام انتخى وزعل. يعني بده اياها تروح لعندهم. ليش هي ما عم تروح لعندهم؟ ما عم تعبي لهم مي؟ وبعدين ليش لتكذبي عليه؟ ليش لتقولي له راحت مع ابوها؟ في شيء احكيه. يا عمي هو عم يحوم حوالين البنت، انا حاسه بهالشيء. قلب الام دليله وما بشيل عينه عنا. بعدين اذا بده اياها يا اهلا وسهلا فيه، ليش نحن منقول لا؟ نعم منقول لا، منقول لا وستين لا. جماعه لهن من توبنا ولا نحن من توبهم. بس نحن مو قدهم يا ابو رحمه. ام رحمه، محمد بده يضحك على البنت. هذول جماعه بيلعبوا ليشبعوا، وبعدين بيتجوزوا من قماشتهم. ورحمه بعدها طفله. بكره اذا بيبعت الغراض وانا مو هون، ما بتفوتيهم، فهمتي؟ بس يا ابو رحمه. ما في بس. خليه بلط البحر. شو يعني؟ بده يشترينا بعدساته وقمحاته؟ بس نحن عم نشتغل عندهم، يعني ما بدنا ناخذ تعبنا؟ ولك اجرتكم شي وهدول شي، اجرتكم مقابل تعبكم، بس هدول مقابل شو؟ لك صعيب مثل ما بيقولوا، على قد ما بيعطوا هالنسوان بياخذوا. طيب روق واسمعني. هلا اذا هالشب بده هالبنت، بتوافق؟ ابوه ما بيوافق. طيب اذا اجى ابوه طلبه، بتوافق؟ معناتها انت مخبي شي علي؟ لا لا، عم بقول اذا. اذا اجى وطلب ايد رحمه بوافق، بس لا رح يجي ولا رح يطلبها. هلا انت اهم شي بتديري بالك على البنت. طيب مشان غراض بكره شو؟ ما بتفوتيهم. لو كانوا من ابو محمد، يعني كان الواحد بيعتبرهم هديه، بس هيك من محمد؟ هذول بيصيروا انت بتعرفي شو؟ صدقه. خايفه يزعلوا؟ اذا كانوا ناس محترمين ما راح بزعلوا، راح يحترمونا اكثر، صدقيني. اذا اخذناهم راح يصوتوا حيطنا ويستضعفونا. يلا يلا قومي حطينا اكل. كانه تاخرت رحمه. ايه وام حسن شو قالت لك؟ لا قالت لي ولا قلت لها. سالت عنهم، قامت مسكتهم زتتهم قدامي، طلعت فيي وقلت لي خدهم وروح. بعد شوي فطنت وسالتني، وانا بشو بدي غطي الخابه؟ قلت لها غطيها بالسما. حملت حالي ومشيت. فوت حطهم جوا وروح على البير. يلا. هلا اذا اجت لعندك عصفوره وعششت هون بسقف المضافه، بتقتلها ولا بتتركها تطير؟ الله يسامحك. شو قتلها؟ انا مستعد طعميه هي وفراخه بايدي هي لحتى يطيروا. هذا اذا قبلت. واذا ما قبلت شو بتساوي؟ ساعتها تصطفل تاكل لحالها. يعني ما بتأذيها؟ شو أذيها؟ إيه أنا بدوس على الوردة ما بأذيها. وأنا مثل هالعصفورة جيت لعندك لأحتمي فيك. لك ميت أهلا وسهلا فيكي أنت وكل عصافير الدنيا. بس يعني بدي أسألك، أنت مالك أب، مالك أخ، مالك حدا؟ ما في حدا إلا ما إله أب أو أم أو أخ. بس أنا هلأ ما قالي غير الله وإنت. لك أبشري، الصدر إليك والعتبة إلي. أنا رح أحميكي مثل رزقي ومالي وأهلي. طول عمرك ابن أصل. بفهم من حكيك إنه عندك مشكلة وما بدك تقولي ليها. رح يجي يوم وأحكي لك، بس أنا هلأ بعدني ضيفتك. نارا، أنت متجوزة شي؟ قلت لك إلا ما يجي يوم وأحكي لك. بس إن شاء الله ما يطول اليوم. شو يا حسن؟ شو بك في شي؟
اشتقت للدعاس اجي اطلع عليه. هلا بهالوقت اشتقت للدعاس؟ طمني، شفته؟ ريحت بالك؟ ايه شفته. عمي؟ ها؟ هلا الخيل ما بتنام؟ بتنام، الخيل بتنام على الواقف. طب بتشوف بالليل؟ طبعا، بتشوف أكثر من بني آدم. تخيل لي منام إنه جاي ديب ياكله. ديب؟ فلل ولا فالك يا عمي، يلا تعال، تعال ننام يلا. شايف عم ترقصوا؟ لا بس كان في استراحة غدا اجمالا، يعني خلص الوقت. ها هلا بده يرجع كله على شغله. يلا يا شباب لحظة، لا حدا يتحرك من ارضه، في كم كلمة بدنا نقلكن ياهن. يمكن كلياتكن سمعتوا بالمنادي اللي نادى بخصوص الدينات اللي بزمتكن لابو يحيى. حب خبركن انه هذا الكلام ما له اساس من الصحة، والله يصلحوا ابو مرداس فهم الموضوع غلط، مشان ما يضل بزمتكن شي من تحت راس ابو مرداس انا بذاتي جاي اخبركن. اعذر من انذر، ها والحاضر بيعلم الغايب، مفهوم؟ في ناس سلقت وعملت برغل للمونه. برغل مناخد، حمص مفقوش مناخد، عدس مجروش مناخد، هي مو حجه. واللي ما عنده منين بده يجيب؟ بيدبر راسه. ولازم تعرفوا ها هاي الأوامر أوامر كايد بيك، وترى الحديدة حامية، ها ويلي ما بيسد يلي بزمته بده يتبهدل. والطرش؟ والطرش والحبوب وميرة المي، يعني بكن تعتبروا كل شي سمعتوه من المنادي ما له أساس من الصحة. وهلأ كل واحد على شغله، تحرك انت وياه يلا. شكرا شبعت. انت ابن مين؟ انا ابن سعيد الدور. حسن؟ ايه حسن. خليك عنا على الغدا. ما بقدر. تفضل. شو هاد؟ شوية قضامي. يسلموا ايديك. طب خليك عنا. يا ريت بقدر، ان شاء الله بكره بيجي. السلام عليكم. مع السلامة. حسن، مين هاد يا حسن؟ ما بعرف. عزمته على الغداء؟ عزمته بس ما رضي. شايفتك مهموم، سمعت الأخبار؟ ايه سمعت. بزقة بزقوها ورجعوا لحاسوها. اخس. اجا حدا منهم اللي عندك؟ ايه اجا، وقلت لهم إذا بدكم العجل فوتوا خدوه، بس 35 مد قمح منين نجيبه؟ قام قال أبو منصور العجل هلا ما بدنا يا خليه لحتى يكبر شوي، بس القمحات لازم تدبروه تصطفلوا. أبو منصور؟ أبو منصور السراج؟ ايه. وشو دخله؟ ولك مو مكفينا ابو معدة وسليمان ومحمد؟ لك انا ما حدا قهرني غير محمد، اني مين قال له ينتخي ويدق على صدره ويقول خش الجوع،
بكره بيكون عندكم 10 تمداد قمح وساعات الصاح حمص. صحيح، ما بعت لك يا ولا هلا؟ شو نسي يعني؟ اكيد معلوم نسي، مسكين الف شغله وشغله براسه. شو رايك تروحي هلا لعنده وتركعي قدامه على ركبتك وتقولي له يا بيك نسيت تبعت لنا العشر تمداد قمح؟ بشر بلحيه ابوه. ولك انا ما قلت لك الديب مهما طعميه بتضل عينه على الغابه، بده اياها وحده بوحده. تبعتي له رحمه بيبعت لك تمنها، فهمتي؟ فهميها بقى. لا لا اموت يا زبالي. المهم هلا منين بدنا ندبر لهم الدينات؟ انا قلت له اني رجلك كانت مكسوره، وابو محمد رح يصبر علينا للسنه الجاي، بس ما في خواص. قال سليمان عام اول تحول. انا شايف ما في غير انك تنزلي بكره تلقطي معي، بركي منحسن نجمعهم. شو بدنا نجمع لنجمع؟ ليش الناس عم تخلي شي وراها يلي عم تخلي ما بطعم العصافير؟ شو رايك نروح نحصد سوا؟ ابو مرهج عم بيعطي على اليوم صاع قمح، بكره بروح بحصد انا وياك، وبس تخلص رحمه بتروح معنا. بس خايف يكون مانو بحاجه. انت شو بتخسر؟ روح اساله. بتعرفي قديش زارع؟ عم بيقولوا اكثر من 50 مد. معناته عنا 10 ايام حصيده على القليله. 10 ايام؟ قول 20 يوم وقوي قلبك. يلا يلا قوم روح لعنده وقول يا رب. يلا اخ يا رب. بيورطونا وبقولونا مسامحين، وتاني يوم بيطالبونا. اي والله عمرها ما صارت. قال شو ابو مرداس المنادي الله يصلحه فهم القصه غلط، بحد رقبتي انهم مختلفين مع بعضهم. لك اخي مختلفين ولا متفقين يصطفلوا، المهم منين بدنا ندفع لهم؟ بزمتي يا ابو محمود اللي عندي ما بكفموني للاولاد. العوافي. الله يعافيك. الله يعافيك. شو ابي يوسف شايفك حامل كيسك، وين راي؟ على كوارير ابو محمد؟ في مثل بيقول ما بيشبع بني ادم غير تراب. انا ماخذ هالكيس عبيه تراب. يا عمي احسن شيء نروح لعند كايد بيك، منشكل وفد ومنروح منقول له، بلكي ما بيعرف باللي عم يصير. وليش نروح لعند كايد بيك؟ ما نروح لعند ابو يحيى متعب بيك، ابو يحيى طول عمره منيح معنا. ما حدا منيح معنا. يا رجل إذا عملوا للمي ميرة يعني شربت المي صار حقها 8 قمح؟ أنا قصدي نروح على رأس النبع، إذا كانوا مختلفين مثل ما عم يقولوا يا سيدي بيحلها كايد بيك. ما حدا بيحلها إلا الحلال. يا عمي فضحتنا بميرة هالمي، هي الشغلة واقفة عن 8 قمح بالسنة. عندك 8 قمح لأعطيك بدالها ولد من هالولاد؟ حاجتك بقى حاجة، قاطع إيده وعم يشحد عليها. كوايرك معباية هالأيام ما حدا بيسترجي يعبي كوايرو، بس بيسترجي يطمر صرار القمح بأرض الدار. مين قصدك؟ قصدي أنت اللي عم تضرب الناس بحجارك. ليك على هالحكي ليك، اللي بيسمعه بيصدق، اللي فيه مسلة بتنخزه. لك خلص فكوها سيرة أنت وياه، ديناتكم منتوفين بالجوع، منين بتجيبوا هالقصاص؟ كمان ما انه مختلف مع حدا. لا مختلف، هو دائما لازم يكون ضد، دائما معارض، دائما بتساوي من الحب يبه. نزع العلاقه بيناتنا هون بالدار، ونزع بيننا وبين ابن عمنا، مشان شو؟ مشان شغلات تافهه صغيره ما لها معنى. دم الشباب حامي، بكره بتكبر وتشوف انه هالدنيا ما فيها شيء غير هالشغلات الصغيره. لا يا بي، هالدنيا فيها شغلات كبيرة كتير مندافع عنها ومنموت بسببها أحيانا. يعقوب مو أنا اللي نزعت العلاقة بيني وبينك، أنت اللي نزعت العلاقة، والسبب ابن عمك كايد. مو تقتلوا القتيل وتمشوا بجنازته. يحيى الله يرضى عليك، طول بالك شوي. لا يا بي ما عاد يطول بالي،
المسألة كلها أني ما قبلت تكون مرابع عند ابن عمك كايد مثل ما كنت أنت. هي هي المسألة. هلأ أنا مرابع يا يحيى؟ إيه نعم أنت مرابع. شوف أنا هي الدار إذا ما كان لكيانة واستقلاليتها ما بقعد فيها ولا دقيقة. أنا بطلع بسكن بالصحراء مع الوحوش بكرامتي ولا بقبل ابن عمك يزلني. أها سمعت يا أبي؟ شفت؟ إذا كنا متفقين مع ابن عمنا منكون مرابعين عنده. ومين قال لك متفقين؟ الناس المحترمة مو هيك بتتفق. وكيف لازم يكون الاتفاق؟ ولك أنت ابن عمك تسترجي تخالفه بكلمة؟ تسترجي؟ لك ليش حتى خالفه إذا كان الرجال عم يشتغل مشان مصلحتنا؟ وإذا اشتغل ضد مصلحتك بتسترجي تقول له لا؟ ولك إذا أهان أبوك بتقدر بتهينه؟ ليش حتى هينه ويهيني؟ أنت ليش هيك عم تحكي يا يحيى؟ عقاب لا تعمل حالك مالك فهمان شو اللي عم بيصير. ما كل الناس بتعرف وساكتة. القصة معروفة أشكر خبر. أبوك لما أجا بده يتصدق على الفلاحين. يحيى الله يرضى عليك تركنا من هالقصة. القصة هي هي يا بي ومثلها مثل كل القصص. ما في داعي نحط راسنا بالتراب مثل النعامة. إذا أنت ما بيطلع بإيدك تتصدق على فلاحينك بديونك إلا بأمر الأغا معناتها أنت مين؟ أنا كان لازم شاورته. الغلط غلطي. هلأ إيه؟ الغلط غلطك؟ إيه نعم هيك. معناتها أنا لازم أخرس. قوم روح لعنده يا بي. قوم روح لعنده وقول له يا كايد بيك لا تأخذني أنا غلط. لا تجاوز حدودك ها. شو صار بالخزان؟ فتحنا المية بيك والخزان صار جاهز وتعبى. عبيته للشفة؟ عفوا يا بيك أول مرة ما بصير نعبيه للشفة، المرة الثانية منعبيه لفوق. ها والخزان ما كان؟ طبعا يا بيك بيسع 1000 برميل. 1000 برميل؟ يعني بكفي الخضرة والتل؟ يا بيك بكفي الخضرة والتل وبزيد. مية التل مسكرة؟ طبعا يا بيك طبعا. أنا رحت بنفسي سكرت المي وجبت المفتاح معي. مفتاح المي تبع التل بتعطيه لعقاب. مفتاح الخزان لأبو شدعان. أبو شدعان أنت من هلا ورايح مسؤول عن الخزان. من قلك سكر بتسكر، من قلك افتح بفتح. صحيح يا بيك. يعني شغلتك من هلا ورايح تحرس الخزان وتدير بالك عليه. صحيح يا بيك. ما بدي طير الطاير يهوب من الخزان. بلكي شيء ابن حرام وصل له وحط فيه سم. تعرف شو بصير؟ بتموت البلد كلها. واذا ماتت البلد كلها انا بمين بدي اشتغل؟ صحيح يا بيك. بتعين 2 حراس كل سنة بتفضوا الخزان وبتغسلوا. حاضر يا بيك. صحيح يا بيك. شو فقتي؟ لا تنسي تاخدي معك البقرة والعجل عالشغل وبتسرحيهم حد النبعة. انزلينا بجوا. يا ربي خدوهم معكن إذا شافن أبو جدعان بيزعل. لا ما بيزعل. قليله هدول أبو يحيى ما بيسترجي يحكي. وقليله بكرة بس تخلصوا تمديد مي منصير بناخدهم. يلا خلصينا. يلا. كيف يعني؟ يعني جامع بين الضوء والعتمة، بين المي والنار. أنا وين؟ بوشك، بعيونك. على فكرة عيونك حلوين كتير. بس بخوفوا ما؟ لا مو هيك، فيهم شي غريب. لما بتطلع فيهم بحس كأنهم مرسومين رسم يخوفوا. فيهم قساوة ورعب. بس إذا طلعت فيهم منيح وفتت لجواتهم بحس بالحنان والأمان. كايد انت قادر تحب.
بس بتضل مستعجل. الحب ما بيصير إلا على نار هادية. لا، الحب مو هيك. الحب مثل الديب، مثل قذيفة المدفع، ما بتحسي إلا وبف انفجرت فيكي. الحب مثل الفخ، فجأة بيحس حاله الواحد إنه وقع فيه. هيك الرجال بيفهموا، بس هذا حرب مو حب. الحب ما فيه لا فخاخ ولا وحوش ولا مدافع، ولا فيه واحد بياكل التاني. بالحب الواحد بيكمل التاني. طيب نارا، شو رأيك نكمل ديننا؟ يعني نتجوز؟ ايه نتجوز. والعرافة؟ نسيت شو حكيت لي عنها؟ لا ما نسيت. طيب نتجوز بدون ما نجيب ولاد. وشو الضمانة؟ بعدين ما بدك بالأول تعرف مين أنا؟ معقول تتجوز وحدة ما بتعرف عنها شي؟ كل الناس خير وبركة يا ستي. أنا مستعد أتجوز هيك حتى لو كنتي فلاحة. بس يمكن يكون ما بحللك. حيرتيني نارا. لا بتحكي أنت مين ولا عم نقدر نساوي شي لحتى تحكي. أنت مين؟ أنا ضيفتك. يعني هو صحيح الضيف أسير المعزب، بس بقصتنا صار المعزب أسير الضيف. تخيلي نارا، أنا كايد الشامخ أسير ببيتي. بدك تطول بالك، كلها كم يوم وبتنحل. ما فيك تطول بالك كم يوم؟ كم يوم ولا كم سنة؟ هذا هو الحب، مثل الجمر. يعني لازم ننكوي فيه؟ طبعا لازم. إذا مو قادر وبتضايق مني بروح. لوين بدك تروحي؟ بلاد الله واسعة. لا يا نارا، ما في روحة. أنا أول ما شفتك حسيت كأني صار لي عم بستناكي سنين. بتعرفي حاسس جواتي مثل شنازير هوا مربطيني، لا عم بقدر شوفون ولا عم بقدر فكون. بس الجنازير ما بتربط للنورة. هديك جنازير الحديد، بس هي جنازير الهوا. أبو زيد الهلالي ما بيقدر يفكها. ومين هذا أبو زيد الهلالي؟ هذا خالي. حلوة. مرحبا رحمة. أهلين. شو خلصتوا شغل؟ إيه مطولين. ومبسوطة؟ يعني الخميس بتخلصوا هيك قالوا، بس ما بعرف. وانتي عم تزقيلهم مي؟ يسلم عليك محمد، قال لي بس تجي لعندك رحمة لتعبي مي. سلم لي عليها. الله يسلمك ويسلمه. كيفه؟ منيح. وقال لي كمان إذا تعبانة بيعفيك من الشغل. لا لا مرتاحة كتير. سلم لي على عليا. الله يسلمك خاطرك. مع السلامة. بليد، طول عمرك بدك تضل بليد يا أبو جدعان.
لأنك بليد راح أحطك بالمطبخ. بس قبل ما أحطك بالمطبخ راح أبعتك مشوار. إذا حزرت لوين هالمشوار بيكون بقيان فيك شوية خير. لوين يا حزرك؟ لعند الأمير يا بيك. أوقات بتصدف معك يا أبو جدعان. شلون عرفت؟ سمعتكن عم بتقولوا إنه بدكن تعزموه على فتح المي. بالأول بدنا نشاوره. بتروح لعنده وبتسأله إذا حابب يجي نعمل حفلة كبيرة، وإذا ما بده يجي منحلها من قريبه. فهمت يا أبو جدعان؟ لا إمتى بده يضل صايبك مثل ما بيقول المثل، فاتح تمه وراخي دنبه. بدي عد لك يا 10 مرات لتلقطها. يلا بتتيسر وخلال ساعة بتكون عندي، ويا ريت تقول له منفضي اليوم الجمعة. حاضر يا بيك. أبو شدعان. نعم يا بيك. طريقك بتسلم لي على أختي نور. قلك هيد اشتالك اشتالك كتير. حاضر يا بيك. يعني بتطلع لك بالسنة شي 30 مد قمح من كل بيت ربعية، ونحن كمان بنعطيك. شو قلت؟ أنا تحت أمرك يا بيك. عظيم. سكر المي بضل عندي هون بالدار، وكل يوم الصبح بتاخده وبتعبي المي بالدور مثل البير، وعنده غياب الشمس بتعبي الحوض مي وبتجيب لي السكر، وإذا احتجنا مي بتعبي لنا. شغلة كتير بسيطة. اتفقنا؟ اتفقنا يا بيك. الله معك. يلا يا ام رحمه خلصينا. يلا جاي. عمين؟ مع بيت أبو مريش. حلال عليك، امشي معاه تنجهز حلق.